ونعمل بيتر يوتيلايزيشن للريسورسز الموجوده داخل البروسيسر، المالتيبل ريسورسز الموجوده داخل البروسيسر. اليوم رح ناخذ نوعين اضافيات من الكمبيوترات اللي فيها باراليزم، اللي هم الشيرد ميموري والجي بي يوز، جرافيك بروسيسنج يونتس. الاس ام دي اختصار لشيرد ميموري مالتي بروسيسرز، و الاس ام دي برضو هي اختصار لسيمتري مالتي بروسيسرز. لما تسمع مالتي بروسيسر بالاغلب لما تسمع مالتي بروسيسر بالاغلب بعني شيرد ميموري. نعم. بالاغلب بكون في مالتيبل بروسيسرز لكن الميموري بكونوا شايفينها. ممكن انك تسمع مالتي كمبيوتر. ومالتي كمبيوتر بالاغلب نو شيرد ميموري. مثلا اذا جبت مالتيبل كمبيوترز وشبكتهم مع بعض حتى يتعاونوا، كل واحد فيه له الميموري الخاصه فيه، الميموري مش شيرد بهاي الحال، فبصير اسم البارالل كمبيوتر بصير اسمه مالتي كمبيوتر. بس اذا كانوا في بيناتهم اتصال وثيق بحيث يشوفوا وين ميموري او يشوفوا الميموريز تاعهم بعض بصير اسمهم مالتي بروسيسرز. فالبارالل كمبيوترز ممكن نقسمها لمالتي بروسيسرز ومالتي كمبيوترز. الاس ام دي اصطلاح مشهور جدا، وبالاغلب اذا سمعته بالسوق بكون القصد منه سيمتريك مالتي بروسيسر، اللي هو نوع من الشيرد ميموري مالتي بروسيسرز. يعني باي ديفولت بالمالتي بروسيسرز الميموري از شيرد، بس في نوع منهم سيمتريك مالتي بروسيسرز، والسيمتريك مالتي بروسيسرز مثل هيك بالضبط، انه الميموري بعدها عن المالتيبل بروسيسرز متشابه، يعني كلهم بيحتاجوا يمروا عبر الانتر كونكشن نتورك حتى يوصلوا للميموري. لو كانت الانتر كونكشن نتورك هي بس من البروسيسر للكاش للبص للميموري، كلياتهم سيمتريك متناظرات بيشبهوا بعض، لكن في تصاميم AMD عندها تصميم مشهور. في عندك بروسيسور 1 وبروسيسور 2، وهذا له كاش وهذا له كاش. هذا قديم التصميم، اوكي؟ هذا له كاش وهذا له كاش. هون في ميموري بورت، وهون في كمان انذر ميموري بورت. فالميموري موزعه على تو بانكس، اوكي؟ واحده موجوده هون وواحده موجوده هون. هذا البروسيسور بيقدر يوصل لهاي الميموري بشكل سريع، وبرضه بيقدر يوصل للريموت ميموري لكن ابطا، بده يوصل الها عن طريق انه يتصل مع البروسيسور الثاني، مع الكور الثاني، والكور الثاني بوصله مع الميموري. فهون الميموري مش سيمتريك، في ميموري قريبه وفي ميموري بعيده، فهذا مش سيمتريك مالتي بروسيسور. مش سيمتريك مالتي بروسيسور، بينما هذا سيمتريك مالتي بروسيسور. هاردوير بروفايدز بالاغلب بالمالتي بروسيسورز، لما تكون الميموري شير، هاردوير بروفايدز سنجل فيزيكال ادريس سبيس فور اول بروسيسورز. كل البروسيسورز الهم يعني شايفين نفس الفيزيكال ادريس سبيس. طبعا هذول الميموري
هون هاي الميموري بما انه هذا شوف هاي الميموري وشوف هاي الميموري ففي ادريسز خاصات لهذا الجزء قد يكونوا الايفن بلوكس وهذول قد يكونوا الاود بلوكس او ممكن يكون سم ريجن من الميموري موجود هون من 0 ل اف 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 ل 7 اف 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 وهون من 800 ل فممكن الميموري تكون موزعه بشكل لكن اي بروسيسور بالشيرد ميموري بيقدر يطلع الفيزيكال ادرس يلي عن طريقه بوصل للوكيشنز اللي بيكون ولا اللوكيشنز اللي هون طبعا we need to synchronize shared variables using locks يعني اذا اثنين واحد بكتب وواحد بيقرا قبل ما اللي يقرا بده يقرا لازم يكون متاكد انه اللي كتب كتب وبالتالي لازم يكون في تنسيق بيناتهم وهذا نلجا ل locks ل special synchronization techniques هلا بالنسبه للميموري اكسس تايم هاي الميموري على هذا البروسيسور قريبه بينما هاي الميموري على هذا البروسيسور بعيده فهاي ريموت سلو وهاي لوكال فاست فهذا نقول عنه نيوما نون يونيفورم ميموري اكسس الميموري اكسس تايم مش ثابت في اشي سريع وفي اشي بطيء فال شير ميموري مالتي بروسيسرز في منهم سيمتريك في منهم يونيفورم ميموري اكسس مثل هذا لانه اي واحد بوصل لهاي الميموري بنفس الزمن وفي نيوما نون يونيفورم ميموري اكسس وهاي بعض الميموريز بتكون ريموت وسلو وبعض الميموريز بتكون لوكال وفاست هذا some of the old AMD processors وهاي الافكار الان بتضلها قاعده بتطلع وبنلاقي بعض التصاميم الميموري بنوصلها من مكان واحد وبالتالي المالتيبل كورز بوصلوا لها من مكان واحد وبالتالي بتكون يوما للفورم ميموري اكسس وبعض التصاميم بكون في مالتيبل ميموري بورتس وبعض الكورز اقرب لسم ميموريز من الاذرز وبالتالي بكون عندنا نيوما هلا رح ناخذ مثال بفرجينا بديهيات او مبادئ او اساسيات الشيرد ميموري بروجرامينج يعني انت اذا بدك تكتب بروجرام لشيرد ميموري مالتي بروسيسر بدنا نطلع على المبادئ الرئيسيه تاعته المثال اللي بدنا ندرسه السيريال فيرجن منه البرنامج الاصلي بدنا نعمل سميشن فالصم بالبدايه بيكون صفر بعدين 4i بنبلش الفيكتوري اللي بدنا نجمعه الارقام اللي بنجمعهم الاندكس ببلش من صفر ل i less than 100,000 وكل مره بنزيد الاندكس واللي بنعمله انه لنصم لنزيد على الصم ايش اللي بنجمعهم اوكي هذا برنامج بسيط في عندك فيكتور كبير جدا اللي هو فيكتور A بتكون من 100,000 لوكيشن بدنا نجمع كافة محتوياته ونحطهم ب variable اسمه sum في البداية بتعمل له initialization zero وكل مرة بتراكم عليه بتضيف عليه ال one element من AI هذا برنامج بسيط أنا لما بدنا طبعا لأنه ال A كبير جدا هذا بلوخد زمن طويل هذا تنفيذه بلوخد زمن طويل ممكن إن نلجأ لتسريعه إذا كان عندك multiple processors
بانك تقسم الشغل على الافيلابل بروسيسرز. فهذا البرنامج بنفذه ون بروسيسر ون كور. لنفترض عندك 100 كور ممكن انهم يخلصوا اسرع اذا وزعت عليهم الشغل بشكل جيد. فواحدة من الحلول انه اذا عندك 100,000 نمبر بدك تنفذهم على 100 بروسيسر، بتعطي لكل واحد 1,000 نمبر، بدل ما تشتغل واحد 100,000 بنوزع الشغل على 100، فكل واحد بنطلب منه انه يجمع 100 رقم. هلا بالبارالل بروجرامينج اذا كان عندك مالتيبل كورس، كل كور او كل بروسيسر له اي دي. فاذا عندك 100 لهم اي ديز، لهم ارقام هذول البروسيسرز من 0 ل 99. فبي ان، بي ان هي البروسيسر نمبر، البروسيسر اي دي نمبر. اوكي هلا اذا كل واحد بده يجمع جزء من الاري، بصفي كل واحد منهم عنده subset of the subset of the array، وبكون عنده partial sum. المية ولا واحد راح يكون عنده total sum، كل واحد عنده partial sum تبعه. فبالنهاية راح يكون في عنا 100 partial sum. هذا كيف بنعمله؟ كل processor يعني هون بدل ما يكون عندي الصم only one variable، بصير الصم array من 0 حتى 99. يعني بده يكون في عندك 100 صم، وكل processor من 100 بحط partial sum تبعه بواحد من هذول الـ 100 locations حسب الـ ID number تبعه. فبرضو بالبداية الـ partial sum need to be initialized. فكل processor، الـ 100 processor راح ينفذوا هذول، لكن كل واحد حسب الـ ID number تبعه راح يشتغل شغل مختلف. فأول واحد تي ان تبعه صفر، فراح يعمل initialization للبارشل سم الأولاني، اللي بعديه للثاني وهكذا. فكل واحد بيشتغل على جزء من الداتا. بعدين بدل ما نشتغل من صفر، يعني انت عندك أري ضخمة جدا اللي هي ايه، بدل ما نشتغل من 0 ل 99,999 والبروسيسر يشتغل عليهم كلياتهم، بنقسمهم ل 100 جزء، بنقسمهم ل 100 جزء، وكل جزء عبارة عن 1000 لوكيشن. فالجزء الأولاني من 0,0,0 ل 999، الجزء الثاني من 1000 ل 1999 وهكذا. وكل بروسيسور ببلش من 1000 ضرب البي ان تبعه. فالاولاني ببلش من 0، الثاني ببلش من 1000، الثالث ببلش من 2000 وهكذا. وبنهي عند مثلا الاولاني 0 بلس 1 بنهي عند ال 1000 الاولاني، الثاني بنهي عند يعني بتاعته تكون 2000، فهو بنهي عند 1999. وكل واحد براكم، كل واحد براكم ال 1000 نمبر من ايه بالصم تبعه. فكأنه انت اخذت هذول ال 1000 حطيتهم هون، وال
هذول الألف راحوا لواحد هون وهذول الألف راحوا لواحد هون. طيب إذن بيشتغلوا بالبارلل بروسيسنج راح يكون في عندنا 1000 ثريد، عفوا 100 ثريد يشتغلوا على 100 بروسيسور، وهذول كل واحد يعمل له 1000 سميشن، وبالنهاية كل ما واحد يعمل 1000 سميشن راح يكون في عندك 100 بارشل صار. نحن بدنا نوصل لأونلي 1 صار. خلصنا؟ لا ما خلصناش. فهذا جزء من الكود. تفضل. وين اي؟ ما هو شوف حسب ال بي ان، حسب البروسيسور اي دي نمبر، اول واحد بده يبلش من 1000 فصفر ضرب 1000 صفر، الثاني بده يبلش من 1000 فواحد ضرب 1000 1000 ايوه، الثالث وهكذا. هلا الناس البسطاء بقول هاي في عندي ضل بس 100 رقم بخلي وين البروسيسور اللي يجمعهم كلياتهم، بس يصير في طريقه افضل من هيك. انت الطريقه هذا الكود 100% parallel، اوكي، يعني ال 100,000 نمبر وزعتهم على 100 بروسيسور، وال 100 بروسيسور اشتغلوا شغل متساوي، كل واحد جمع 1000. هذا completely parallel phase. هلا الواحد ممكن بس بنهايتها كان في عندك 100 partial sum. فللوهله الاولى بفكر الواحد انه خليني اعمل short loop ل 100 iteration، اجمع هذول ال 100 برقم واحد. هاي بتصير اذا بده ينفذها وين البروسيسور، بتصير سيريال. ف parallel followed by serial under slow، وقلنا إذا في serial part راح يكون maximum speed up راح يكون قليل، فيفضل إن نلجأ قد ما بنقدر للparallelism. شوفوا هاي الطريقة الذكية بتحول الكومبلكسيتي من O إن لا أو لوج إن. يلي ما درسش هذا الموضوع ما أخذش algorithms مش مهم. طبعاً اللوغاريتم كثير أقل وأسرع من اللينير. فهاي الimplementation أول شيء فيها parallelism، وثانيا بنخلص اسرع، بدل ما نحتاج 100 خطوه حتى نخلص بنحتاج 7 خطوات، بدل ما تجمع 100 رقم راح تحتاج فقط 7 خطوات. كيف؟ مين لقطها؟ يعني هون ما حط ال 100، حط 8 لتوضيح المبدا، حط 8. شو قاعد بصير هون؟ تضاعف. في الواقع انت بدك تطلع عليها من تحت، يعني مش تتضاعف، كأنه عندك بالبداية 8 أرقام. أوكي، الفكرة انه في عندك 8 أرقام، لو كان في عندك 8 processors بتخلي 4 يجمعوا تعون الناس الثانيين فوق تعونهم، بعدين بصفي 4، الأربعة بكونوا اثنينات، بجمع 2 منهم فوق تعونهم، وبالأخير بصفي 2، واحد منهم بجمع وهيك بنخلص، بدل ما نخلص بثمان خطوات بنخلص بأربع خطوات. طبعا كل ما كبر الرقم اللوغاريتم تبعه بكون أصغر بكثير. فالرقم إذا كان 2 مليونز 2 ميجا
عفوا 1 ميجا بدل ما تمشي 100 خطوة باللوغاريتم تبعه بكون 20 خطوة. اللوغاريتم بيس 2 ل 1 ميجا هو 20. هذا اجاكم السؤال بس معكوسه 2 للأس 20 من ميجا. طيب خلينا نطبق هذا الالغوريثم ونتابع هذا الالغوريثم بس مش على مثل الرسم. الرسم بتفترض انه في فقط مش 100 في 8. خلينا نفكر بالمسألة لما يكون عندك عندك 100. المية لما تقسمها 2 بتصير 50. لما تقسمها 2 بتصير 25. هون الثمانية قسمها 2 صار 4. قسمها 2 2. قسمها 2 1. بس توصل 1 بتخلص. هلا هل الرقم even؟ المية even؟ نعم. الخمسين even؟ نعم. الخمسة وعشرين even؟ لا. طب لما بدك تقسم الخمسين على الخمسة وعشرين على اثنين قديش بيطلع معك؟ بيطلع 12.5 يعني. أو تقدر تفكر فيها 12 والباقي واحد. أوكي؟ هون صفر هون صفر. لا لا يعني الخمسة وعشرين لما تقسمها 2 راح يكون في الباقي واحد 12 والباقي واحد. لو 12 بتقبل القسمة على 2 والباقي صفر بطلع عندك 6. 6 بتقبل القسمة على 2 بطلع 3. 3 ما بتقبل القسمة على 2 في باقي واحد بطلع 2 والباقي بطلع 1 والباقي 1. خلص لما نوصل لواحد معناته خلصنا. هذا الكود ببلش هاف بيساوي الهاف بيساوي 100. بعدين في عندك لوب حتى ما بخلص لما الهاف يساوي 1. يعني بيساوي 1 بكون في ضل عندك 1 ونقل على من 2 على 1. ببداية كل iteration لازم نتأكد إنه كل available processors خلصوا من المرحلة السابقة، خلصوا من إنهم يحسبوا ال partial sums تاعهم، بعدين يدخلوا على على هذا الكود حتى يجمعوا ال partial sums كلياتهم بمكان واحد. الفكرة هي إنك بدك تأخذ بالبداية الخمسين وتراكمهم فوق أول 50. بدك تراكم ثاني 50 فوق أول 50. بعدين تراكم ثاني 25 فوق أول 25. بعدين 12 فوق 12 وهكذا. شوفوا هاي الكود. هاي الكود هل الهاف يقبل القسمة على 2 ولا لا؟ هل هو even؟ يعني أنا بسأل هل هو even؟ ولا مش even. إذا even يعني إذا even ما بنت هاي. إذا odd يعني إذا في باقي يعني هاي percent يعني المودولس of two باقي التقسيم على 2. إذا كان واحد يعني إذا كان odd فردي والبروسيسور zero. البروسيسور زيرو بيشتغل خطوة إضافية إنه بلوخذ الرقم آخر واحد اللي ريميندر بلوخده وبحطه عنده. Otherwise كل واحد بنقسم على 2 فالمية بتصير 50
وإذا كان الواحد الاي دي تبعه أقل من 50 بيشتغل وبنسخ من الأبر من بي إن تبعه بلس 50 بنسخه للسم تبعه. بروسيسر زيرو إذا في ريميندر هو بكون مسؤول عنه. يعني ما بصير واحد زائد 12. بهاي الخطوة لما الهاف هو 25 هذا مش ايفن اود، فلانه اود في عندنا ريميندر يلي هو اخر واحد، فبيجي بروسيسر زيرو بلوخد من اخر واحد بال 25 وبحطه عنده، فبضلهم 24. ال 24 لما شلنا الريميندر والريميندر اشتغلوا بروسيسر زيرو ضل 12 و 12. فال 12 التحتانيات بلوخدوا ارقام ال 12 الفوقانيات وبحطوهم عندهم، بلوخدوا البارشال سمز اوف ذا نيكست 12 بروسيسرز وبحطوه على البارشال سم تبعهم، وهي بتتكرر حتى نخلص. واضح؟ شو مستفيد؟ يعني ممكن ان نفكر ان السيريال كان يحتاج وقت بتناسب مع عدد الخطوات اللي بتاخذها 100,000، بينما الباراليل الزمن تبعه هو 100,000 تقسيم 100 زائد لوغاريتم بيس 2 ل 100، وهذا بيطلع اكزاكتلي 1000 زائد 7 وتساوي 1007. وال1007 كثير أصغر من ال100,000، فهون ب100 بروسيسور بتقدر إنك تحصل excellent reduction in time باستخدام parallel processing. لكن الفكرة إنه هذا الميموري is shared، فأي بروسيسور بيقدر يشوف اي جزء من ايه، وكمان اي بروسيسور بيقدر يشوف اي شيء من السم فيكتور، واي بروسيسور بيقدر ياخذ من تحت يحط عنده او يحط فوق، لان كله هذا شيرد ميموري، فالسم از شيرد ميموري واي از شيرد ميموري والكل شايف كل شيء، لكن بنحتاج ننسق شغلهم، ما واحد يدشع ويعمل شيء الا لما الكل يكون جاهز حتى يشتغل هذا الشغل. طب ايش بدي احكي عن هيك نكون خلصنا الشيرد ميموري وباجي للجي بي يو. خلينا برجع لهاي هاي الرسمة بتوضح نوعا ما تطور أفكار الجرافيك بروسيسينج يونتس. من بداية البيرسونال كمبيوترز خلينا نطلع هون من بداية البيرسونال كمبيوترز كان في سي بي يو وطريقة لشبك السي بي يو بالبص،
هاي الايام الباص فظيع بي سي اي ايام زمان كان الايزا مثلا بدايه البي سي كان الايزا which is much slower بس دائما على المين باص كنت تحط expansion boards one of the expansion boards اللي كان ضروري ببداية العصر البيسيز كرت خاص مشان تربط مع الشاشة لأنه المذر بورد يا دوب يسع المايكرو بروسيسور مع البيسك انبوت اوتبوت مع الميموري تشيبس اللي بنحطه بالعشرات على المذر بورد فكان إذا بدك تتعامل مع شاشة وطبعاً أي واحد بده يتعامل مع شاشة فتقريباً أي كمبيوتر كان يحتاج فيديو كنترولر في ذلك الوقت كان اسمه فيديو أو مونيتر كنترولر مع الوقت لما الريزوليشن كان قليل مع الوقت صار VGA very VGA VGA هو ستاندرد بيعطيك 640 480 ريزوليوشن وهذا كان يعتبر يعني شيء تطور وكثير بس يعني هذا ال VGA لم بجوز لنهاية الثمانينات حتى طلع فال VGA is a graphics card مسؤول على انه يطلع ال electrical signals يلي بتسيطر على الالكترون بيمز يلي بترسم التكست او الجرافيكس على المونيتر على السي ار تي فالفي جي اي ديسبلاي بالاغلب كانت سي ار تي مثل التلفزيونات القديمه في منهم مونوكروم وفي منهم ملون وهذا الفي جي اي كنترولر كانت وظيفته يقرا من الفريم بفر ميموري الاشي اللي لازم يرسمه على المونيتر فالبروسيسور كان يكتب التكست ولا البيكسلز اللي بده اياها تطلع هون ومسؤوليه الفيديو كنترولر انه يقراها من هون ويحطها لهون وكانت هذيك القدره والامور اللي كان يعملها بالبدايه الفي جي اي كنترولر كانت محدوده جدا وكانت بالدرجه الاولى هي نقل قراءة المعلومات اللي بتطلعها وترانسليتنج ات انتو الكتريكال سيجنالز وهي معقدة نوعا ما لانه في ممكن يكون في عندك 3 بيمز وهذول ال 3 بيمز بدك تحركهم بالاتجاه الافقي وبالاتجاه العمودي بعدين بدك ترجع وتعيد بريزوليوشن يقاس بعشرات الفريمز بير سكند اوكي خلينا نرجع لل ف الايرلي فيديو كاردز اللي بنحكي عنهم نهايه السبعينات بدايه الثمانينات في فريم بفر ميموري ويب ادرس جنريشن فور فيديو اوتبوت يعني الفيديو كارد شغلته انه ياخذ من الفريم بفر ميموري ويطلع للفيديو اوتبوت مع الوقت حتى يعني من بداية الثمانينات في شركات مثل اي بي ام كانت تصنع الاي بي ام بي سي اللي هو شيء بسيط بيستخدموه فور اوفيس ثينكس وورد بروسيسنج اكسل شيت بيسك لانجويج بروجرامينج لكن كانت في شركات تعمل لك بي سيز اقوى اسمها ورك ستيشنز البروسيسرز اللي فيها اقوى الميموري اللي فيها اكبر قدراتها اكبر وسعرها بدل ما يكون فيو تاوزند دولارز كانت ب مثلا 10000 دولار واكثر لكن هاي الورك ستيشنز بهذاك الوقت كانت قادره انها تعمل حسابات وتتعامل مع جرافيكس ملائمة للمهندسين مهندسين المدني مهندسين العمارة مهندسين الميكانيك واللي عندهم تصاميم تحتاج 3D فحتى انك مثلا تمسك تصميم معين وترسمه من البلانز الفيرتيكال والهوريزونتال شو اسمهم
انت بتصمم ايام قبل كانوا يصمموا البلان والسايد فيو وايش اللي قدام الفرونت فرونت وير بتصممهم بعدين ممكن انك تلجا للسوفت وير يفرجيك التصميم تبعك من زاويه معينه هذا بده 3D جرافيك بروسيسنج وكانت شركه SGI مشهوره جدا وتعمل ورك ستيشنز معاها 3D جرافيكس بروسيسنج وهي مثل ما قلت لكم اوريجينالي هاي اند كمبيوترز وطبعا كان يساعد مورز لو كل سنه بعد سنه في عنده مور ترانزستورز فبالتالي يو كان بيلد chips with higher numbers of transistors and better capabilities. The 3D graphics cards for PCs and game consoles. برضو يعني مع الوقت في التسعينات بلشت تطلع the game consoles. The game console هو كمبيوتر بسيط لكنه متخصص بالألعاب وبقدر يعمل 3D animation بشكل سريع. حتى اللي بيحبوا يلعبوا فيديو جيمز يلعبوا فيديو جيمز فصار يتطور هذا الشيء البسيط اللي شغلته بس ينقل من هون لهون بانه يكون قادر على عمل حسابات تاخذ وصف معين ل 3D اوبجكت وترسمه بالطريقة اللي يمكن أعرضها يعني مش بس بلاخذ فقط من هون لهون كمان بقدر لعمل حسابات حتى يجهز الداتا للعرض هذا اسمه هذا 3D processing وهذا very time consuming لأنه ممكن يكون عندك millions of pixels وبدك تعمل rendering ل some object من الوصف تبعه into the image اللي بدنا نعرضها على الشاشة وهذا ممكن انك تحتاج تكرره in 30 frame per second فالبروسيسور ما كان بيطلع بايده لعب هذا الشيء عشان هيك صاروا يحطوا more and more processing capabilities بالفيديو كارت حتى بالإضافة لشغلتها الرئيسية تقدر تعمل 3D processing ومع الوقت بلش يطلع جرافيك بروسيسنج يونتس يعني مش فيديو كارد ولا مونيتور كارد صار اسمه جرافيك بروسيسنج يونتس لانه بالاضافه انه بيعمل انترفيس للمونيتور برضه بيقدر يعمل جرافيك بروسيسنج بيقدر يعمل حسابات اللازمه للجرافيكس البروسيسورز اورينتد تو دي هذول 3D جرافيكس تاسكس vertical بيعملوا vertical vertex و pixel processing بيعملوا chaining يعني وين الإضاءة وين الشادو بيقدروا يعمل texture mapping يعني يقول أنا في عندي هاي الكرة لبسها texture تبع كرة حديدية أو لبسها texture تبع كرة قدم او التكستشر تبعت كرة سلة هي كرة لكن ايش التكستشر تبعها هذا ممكن انك تعمل راسترايزيشن هي ابسط طريقة من راستر لاين اللي هو خط رسم فابسط شغلة بيعملوها واساسية وكانت موجودة هي الراسترايزيشن بس الجرافيك بروسيسنج يونتس مش بس بتقدر تعمل راسترايزيشن كمان تعمل بيكسل بروسيسنج وشيدنج وتكستشر مابينج وشغلات ثانيه ف يعني هذا التصميم كويس لكن الاتصال بين الميموري والسي بي يو مع الفي جي اي بده يمر عبر هذا البص وهذا البص از شيرد مع شغلات ثانيه ومش سريع كفايه ف منلاقي شركات مثل انتل و AMD تربط الجي بي يو يعني انت بدك جي بي يو ميموري بتكون بالجيجا بايت وبدك تنقل a lot of data
من الميموري العادية للجي بي يو وبالعكس حتى تعمل الشغلات اللي بحضرها هذا السي بي يو لاخذها هذا الجي بي يو يشتغل عليها للميموري تاعته. فبدك سرعة، هاي السرعة هون يعني البص هذا غير ملائم. فطريقة انتل انها بهذاك الوقت، هذا مش ضروري انه تلاقيه هسه، بكون في عندك سي بي يو والميموري وساوث نورث بريدج وساوث بريدج، هم تشيبس هذول بقولوا عنه تشيبسيت، يعني انت بتشتغل البروسيسور وفي له تشيبسيت معينه. فالتشيبسيت يلي بتكون من مينلي تو تشيبس، واحده يسموها نورث لانه بالعاده برسموها لفوق، والثانيه يسموها ساوث لانه برسموها تحت. فالرسمة بالعادة الناس متعودين انهم يرسموا سي بي يو فوق والانبوت اوتبوت ديفايسز تحت، فالشيب الاقرب لهاي اسمها نورث والاقرب لتحت اسمها الساوث، والساوث مشبوكة مع الباسز والى اخره. النورث يعني هذول تقدر انك تعتبرهم انترفيسز وسويتشز بتشبك الامور مع بعض. فالنورث بريدج بتشبك هاي مع هاي، بتشبك هاي مع هاي، تشبك هاي مع هاي، تشبك هاي مع هاي. فهون النورث بريدج بتوفر لي PCI Express Link performance تبعها، يعني في واحد وفي اثنين وفي أربعة وثمانية وستاعش، فستاعش is very high performance، بتمكننا إن ننقل داتا بين الميموري والجي بي يو ميموري بباندويت كبير جدا. هاي طريقة انتل. هاي اي ام دي بلشت فيها انه بدي اقلل تكلفة الكمبيوتر. فتكلفة هذا الكمبيوتر في ميموري في ساوث بريدج ونورث بريدج وسي بي يو، اي ام دي قالوا حتى نوفر بنحط معنا ماني ترانزستورز على تشيب واحدة، بنخلي سي بي يو معها النورث بريدج، والنورث بريدج بتشبكنا مع الميموري، والنورث بريدج بتشبكنا مع تشيبسيت، والتشيبسيت بيشبكنا مع فاست لينك مع الجي بي يو. هاي التصاميم بتتغير، بس يلي فهم يلي بفهم يلي شرحته هسه عن عن وظائف القطع المختلفة you can easily extrapolate لما تشوف تصميم آخر. يلي بده يعرفه الواحد إنه بالنهاية المذر بورد بطريقة أو بأخرى بده يشبك الأجزاء المختلفة كلها مع بعضها. أيام زمان كانوا يعتمدوا على البص، مع الوقت صاروا يعتمدوا على specialized chips فيها، يعني chip من الداخل فيها millions or billions of transistors، وبتمكن لك إنه يكون في عندك hundreds maybe thousands of paths بين الأجزاء المختلفة. ف this is like a crossbar، بيقدر يشبك أي input مع أي output، وبرضه عنده الذكاء إنه يتعامل مع البروتوكول of each type of link، لأنه أي link أي بس PCI إله بروتوكول وإله طريقة كيف تطلبه وكيف تعمل handshaking وكيف تطلع signals، وهذا الذكاء كلياته بيكون موجود هون أو هون. هذا يعني موضوع الجي بي يوز موضوع كبير ومهم جدا، لانه مش بس هدف الجي بي يو في الوقت الحاضر، هي عمل الجرافيكس واطلع واعمل انترفيسنج مع المونيتور او السي ار تي او الليد ديسبلاي او وات ايفر. الجي بي يوز توسع عملهم بحيث صار مثل قطعة ممكن يستخدمها المبرمج حتى
ينفذ برامج فيها هيوج داتا باراليزم. يعني اي برنامج في لوت اوف سيم اوبريشنز اون مالتيبل داتا بيستخدمونها هاي الايام الجي بي يو. فاكيد سمعتوا بناس بتشتري جي بي يوز حتى تعمل بيتكوين مايننج، حتى يطلعوا عمل الكترونيه، برضو بالماشين ليرنينج وبالارتفيشال انتليجنس الناس قاعده تشتري الجي بي يوز حتى تعمل فاست ماشين ليرنينج. برضو الساينتستس والانجينيرز اللي عندهم لونج كومبيوتيشنز بيشتروا الجي بي يو. فصار اساسي انه يكون في جي بي يو وان نصمم بيتر اند بيتر جي بي يوز مع الزمن. والان التسارع بالبرفورمانس اللي ممكن نحصله من الجي بي يوز هو اعلى من التسارع بالبرفورمانس اللي ممكن نحصله من السي بي يوز العاديه. مثلا السي بي يو العاديه عن طريق انه نمبر اوف كورز بيزداد بالضعف كل كم سنه بنحصل 100 تحصل 100 مره كل 10 سنوات. بينما عن طريق الجي بي يوز قاعدين بنحصل hundreds of hundreds of speed up every 10 years باستخدام الجي بي يوز. قبل